الأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة، أما الحكمة فمن أين توجد وأين هو مكان الفهم؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء. الغمر يقول ليست هي في الفية، والبحر يقول ليست هي عندي. لا يعطى ذهب خالص بدلها، ولا توزن فضة ثمنا لها، لا توزن بذهب أو بالياقوت الأزرق. وتحصيل الحكمة خير من اللآلئ، فمن أين تأتي الحكمة وأين هو مكان الفهم؟ إذ أخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء. الله يفهم طريقها وهو عالم بمكانها، لأنه هو ينظر إلى أقاصي الأرض وتحت كل السماوات يرى، ليجعل للريح وزنا ويعاير المياه بمقياس، لما جعل للمطر فريضة ومذهبا للسواعق. حينئذ قال للإنسان: هو ذا الحيدان عن الشر هو الفهم، ومخافة الرب هي الحكمة. في زمن فصحنا اليوم، هذا الزمن الذي يغرق فيه الناس بالاهتمامات والملذات الدنيوية حتى تنتفي من بينهم المحبة والتقوى والحكمة، تراهم وترانا نتخبط في معاناة روحية وفي ضيقات وحدها قوة الروح وقوة يسوع الناهض من القبر قادرة أن تنتشلنا من الأغوار الحالكة. في هذه الأمسية التي أردناها تحت عنوان سنون الحكمة رحلة في تاريخ الموسيقى البيزنطية، سنحملكم معنا على أنشاد جوقتنا والمرتلين في رحلة إنشادية تعبر القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، مرنمين ألحاناً تعود لمؤلفين عاشوا في العهد العثماني واختبروا حلاوة الصلاة، ونقلوا لنا الليتورجيا ألحاناً وأوزاناً نعيد ترتيلها اليوم، إحياءً لتراثنا الغني وتناقلاً لخبرة أجيال من الملحنين ممتلئين من السنين الغابرة. في هذه الأمسية نطلب أن يفتح لنا الفادي أبواب التوبة، وأن يملأنا واهب الحياة حكمة كما وهب أيوب قديما، حتى ننتظر الختن كالعذار الحكيمات، وأن يهبنا الرب يسوع أن نوافيه لنمسح قدميه بطيب مع دموع كما فعلت الزانية، متضرعين لرب القوات أن كن معنا وارحمنا لأنك معيننا في الأحزان والشدائد والضيقات، ونسبح مع كل نسمة جميع أعمال الرب، ونملأه رفعة مدى الدهور، ونفرح مع بيت عنيا لما نحوها واف الإله الذي به الأحياء تحيا، ونتهلل مع المنعم عليها والبريئة من الأدناس، لأن المسيح قد قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.